Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes les bienvenus chez Cuisine Maria. Aujourd'hui, je vous propose une recette de pain farci aux pommes de terre et au fromage râpé. Cette recette est idéale pour le mois de Ramadan. Elle est appréciée aussi pour un buffet dînatoire. En même temps, avec la farce qui reste, je vous propose une deuxième recette originale. Des boulettes que vous pouvez présenter avec le pain. Je vous laisse découvrir la recette. Si vous aimez, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu et vous abonner. Vous pouvez aussi mettre en place la petite cloche pour pouvoir suivre les prochaines publications. عسلامتكم ومرحبا بكم الناس الكل في كوجينة مليء. اليوم اصحابي وحبابي باش نحضروا مع بعضنا خبز محشي بالبطاطا وجبن، وصفة خفيفة ظريفة، وصفة يحبوها الكبار والصغار، ونحضروها الوصفة هذه خاصة في شهر رمضان الفضيل، معها صحينة سلطة وصحيفة شربة ما نحكي لكمش، نودكم ولا نشهيكم. الوصفة هذه نقدموها في المناسبات الكبيرة في بيفي ديناتوار مع جملة الحاجات نحضروها، نجم نحضروها كلمجة نحضروها فطور نحضروها عشاء كيما تحبوا انتم وتشتهوا. اي نمشيو نشوفوا المقادير وطريقه التحضير. اول حاجه باش نعملها في الوصفه نصمت البطاطا وماذا بيكم تصمتوها بالمسبق ومن بعد تقشروها بالطريقه هذه وترحوها بالطريقه اللي تعجبكم انتم سواء بفرشيطه بالرحى المهم البطاطا متاعتكم تترحى وماذا بكم كي طيبوا البطاطا ما تكونش هابيه برشا ما تكونش طايبه برشا باش ما توليش لكم كانها بيوري ومن بعد ما تطوعكمش في الخدمه كي تحشوا بها الخبز لهنا كيما تراو كملت رحيان البطاطا وتوا باش نفوحها باللفاح اللي هو عنا فلفل احمر وماذا بيكم يكون مدشش راهو يجي مزيان في الخبز وعنا كمون شويه ثوم فلفل اكحل شويه سكين شبير وشويه قرفه وجوز الطيب ماهيش حاجه ضروريه اذا كان مش متوفره ما ثم حتى مشكله نخلطوا المكونات هذوما بالكدا مع بعضهم ومن بعد نزيدوا الجبن نتاعنا بالنسبة للميزان متاع جبن صحابي وحبابي على 4 كعبات بطاطا حطيت 800 غرام متاع فرماج ربي وخلطت زوز انواع مع بعضهم وزدت عليهم الجبن هذاك الكري نشروه للصغيرات راو يعطي بنة على بنة للوصفة متاعتكم وماذا بكم وقت باش تحضروا الوصفة هذه صحابي وحبابي تحطوا أقل كمية متاع جبن وما تكون من نوع الرفيع باش الوصفة متاعتكم تكون ناجحة 100% بعد ما خلطت المكونات الكل مع بعضهم بالقدا بالقدا هنا عملت كعابر على كبر الخبزة اللي باش نعملها عينكم ميزانكم وتحطوا الكعابر هذوكم في الفريجيدير يبردوا على رواحهم ما بين تحضروا الخبز متاعكم الخبز الحقيقة ما يسحقش باش يرتاح ولا حتى شيء يعني بعد فيسع فيسع نعجنوا وفيسع فيسع نتعديوا للتطيب
نتعديو للمرحلة الثانية، ناخذ صحفتين متاع سميد أرطب عليهم صحفة متاع فرينة عليهم ساشي متاع خميرة حلويات ونخلطهم مع بعضهم بالقدي بالقدي. وما تنسيوش رشة الملح. وبالطريقة هذه في شهر رمضان الفضيلة تنجموا تحضروا الملاوي متاعتكم، يعني صحفتين سميد عليهم صحفة متاع فرينة وتحضروا الملاوي وتكون مزيانة وتحفون. وإذا كان تحبوا تشوفوا الوصفة من الأول حتى الأخر راهي موجودة على القناة متاعي كيفاش حضرت الملاوي التونسية. لهنا زدت الكريمة فريش وباش الخبز متاعنا يجينا هشوش وبنين وتحفون وفيه منفعة زادة. وإذا كان مش متوفرة عندكم الكريم فريش راكم تنجموا تحطوا ياوغت ناتور وتخلطوا بنفس الطريقة هذه كأنكم تبسوا فك الخبز هذاك باش يجيكم مزيان. الكريم فريش هذه تعطي بنة على بنة للخبز، وأي نوعية راهو متاع خبز إذا كان تحطوا الكريم فريش وإلا ياوغت ناتور الخبز متاعكم يجيكم مزيان. وتبدوا تخلطوا بالماء بشوية بشوية حتى تتحصلوا على عجينة. الماء راهو يلزم يكون دافي، لا يكون سخون ولا بارد، وتبدو تصبوا فيه بشوية بشوية حتى تتحصلوا على العجينة متاعتكم. الحقيقة اشطر باش نحطوا يتعجن في العجينة واشطر باش نوريكم كيفاش نعجنوا العجينة متاعتنا وباش ما تخسروهاش، خاطر فما برشا ناس ما يعرفوش يخلطوا الخبز والعجينة متاعتهم تفسد، يا اما تجيهم يابسة يا اما تجيهم طرية برشا. انا اطول نحط شطر في الروبو يخدم على روحه وشطر باش نوريكم بالقدي بالقدي كيفاش نعجنوا العجينه متاعتنا، وتبعوني خطوه خطوه وتل العجينه متاعتكم تكون ناجحه 100% بقدره الله. لهنا ما شاء الله وقت لميت العجينه متاعي ما تسحقتش باش نزيدها الماء. انتم العجينه متاعتكم اذا كانت تشوفوها يابسه يلزمكم تبدو تزيدوا فيها بشويه بشويه الماء، يعني كانكم تدهنوا في ايديكم وتبدو تعجنوا حتى تتحصلوا على القوام اللي تشوفوا فيه بالضبط في الفيديو. العجينه متاعكم وقت تحطها في الروبوز هذا كيف كيف تتفقدوها يابسه والا لا، يلزمها تكون القوام متاعها كيما تشوفوا في الفيديو بالضبط، يعني تتلصق شويه للوصفه هذه بالضبط. للملاوي كيف كيف لازمها العجينه تكون كيف كيكه بالضبط باش الملاوي تكون ناجحه 100%. باش العجينه ما تتلصقليش حطيت الفرينه، وبطبيعتي انا بعد باش نحل الخبز متاعي بالفرينه ما ثم حتى مشكله. بعد ما قسمت العجينة متاعي مرسويت مرسويت رشيتها بالفرينة وباش نخليها على شيرة ونحضر البلوندات قفاي متاعي ونبدأ في المرحلة الثالثة والأخيرة. لهنا خذيت مرسو متاع عجينة وباش نحط فيها كالفخس اللي حضر لها بالمسبق ونسكر العجينة متاعي بالطريقة اللي تشوفوا فيها في الفيديو، وتو نعاود لكم مرة واثنين وثلاثة باش تفهموا بالقدي بالقدي كيفاش نسكروا العجينة وكيفاش نحلوا بالقلقال العجينة متاعتنا وتكون الخبيزة ناجحة 100%. وما تنسيوش تحطوا المقلة على النار وتكون المقلة متاعتكم أرزينة باش طيبوا فيها الخبز هذي. وقبل ما نحطوا الخبزة في المقلة ننفضوها باك البنسو وإلا بيدينا باش أكل فرينة ذيك ما تتحرقش وتعمل لنا الدخان في الكوجينة وتفسد لنا منظر الخبزة. وقت تحطوا الخبزة في المقلة وماذا بيكم فيسع فيسع تقلبوها، وقت اللي هي تبدأ تنفش تاخذوا بيك بغوشات وإلا رأس السكينة وإلا فرشيطة وتنقبوها باش الهواء يخرج منها وباش الخبزة تكون ناجحة 100%. الخبزة وقت تعرفوها طابت تدهنوها بشوية زبدة، يا إما بمرسو متاع زبدة بارد من الفريجيدير وإلا الذوب الزبدة وتخدموا بالبنسو وتدهنوها كاملة بالزبدة وإلا بالزيت زيتونة، ومن المستحسن تكون بالزبدة.
لهنا كيما تراو صحابي وحبيبي، البلون دو طرافاي مازالت فيه الفرينه والخبز مازال ما طابش، وانا حبيت نذوق منه الخبز هذايا. ما شاء الله لا وحد نودكم ولا نشهيكم، خبز يشره، خبز تحفون الاخر، نحضروه وقت نبدو ملمومين لاصحاب والحباب، نحضروه في رمضان، نحضروه عشاء، نحضروه فطور، حاجه ممتازه على الاخر. والوصفه الحقيقه سهله ماهله واي واحد ينجم يحضرها. لهنا كيما تراو كملت الخبيزات متاعي ودهنت الخبزة الأخرانية بشوية زبدة كيما دهنت الأولانين، وباش نزيد رشة متاع معدنوس للخبز متاعي في التقديم. انتم راكم الخبز هذايا تنجموا تزينوه بالفلفل الأحمر، فلفل أخضر، بالسلاطة كيما تحبوا انتم وتشتهوا. الحقيقة المعدنوس والثوم رام يزيدوه بنا على بنا الخبز هذايا ويعطوه نكهة خاصة. وكيما تراو صحابي وحبيبي ما شاء الله كيورق الملصوقه، الخبز هذايا خفيف ظريف رغم اللي هو فيه البطاطا من داخل، حاجه ممتازه وحاجه تشرف على الطاوله. انا من الفاغس اللي فضلت لي حبيت نوريكم كيفاش نحضروا كعابر بالفاغس هذيك متاع البطاطا، وصفه سهله برشا الحقيقه وما كانتش مبرمجه بالكل، اما حبيت نعديهاكم في الفيديو على خاطر عجبتني للاخر الحقيقه وماهيش مبرمجه، والحقيقه اول مره في حياتي اللي انا نعمل كعابر هذوما، اما حبيت نوريكم كيفاش نجحت فيها الوصفه هذه. الفضل لي من الكعابر هذوكم اللي حضرتهم الفاغس متاع الخبز، كعبرتهم كعبيرات صغيرين بكل بكل، دهنتهم بالفرينة مرة أخرى، وخذيت كعبة بيض ركبتها بالكدي بالكدي، حطيت فيها شوية ملح وشوية فلفل أكحل، وحطيت فيها الكعابر هذوكم وزدت عودت حطيتهم في الفرينة وقليتهم. ما شاء الله جيو كعابر ما نحكي لكمش، بنا على بنا بنا ما تتصفش بكل بكل. لهنا كيما تراو حطيت كسرونه على النار فيها الزيت وحطيت الكعابر هذوكم مده ثواني مش وقت كبير باش يتقلوه خاطر ما عندهمش روح، وهاكم تشوفوا ما شاء الله كانهم كعابر نواد كوكو، حاجه ممتازه على الاخر وحاجه تشرف. صحابي وحبيبي طولت عليكم في الفيديو، ان شاء الله عجبتكم الوصفه وان شاء الله تجربوها وانتم فرحانين مع العائله والاصحاب والاحباب. واذا كان عجبتكم الطريقه ما تنسونيش في الاشتراك في القناه اذا كان كنتم مش مشتركين، تفعيل الجرس وهذا فضلا وليس امرا. اذا كنت تحبوا تتصلوا بي على الانستغرام والا الفيسبوك راهو كويزين ماليه، بصدر رحب نجاوبكم على اي سؤال تسالوه. ما يبقى لي كنقول لكم تبقوا على خير وفي امان الله وشهيه طيبه.